بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى أمور الصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض مهام أدائية في مادة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وهذه مهام أدائية مقترحة من الأستاذ رضا نصار صاحب صفحة عاشق لغة الضاد، بارك الله فيه وجعل هذا العمل في ميزان حسناته. نبدأ بالمهمة الأولى. المهمة الأولى: الفرق بين النبي والرسول. النبي هو من بعث لتبليغ الوحي مطلقا، سواء كان بكتاب أو بدون كتاب، وهو الذي ينبئه الله تعالى بحقائق عن الغيب وقصص الأمم السابقة ومعلومات عن الآخرة ليبلغ بها قومه. والرسول يؤدي وظيفة النبي، وهو أيضا من بعث ليبلغ الوحي، ومعه كتاب سماوي منزل كالتوراة مع موسى، والإنجيل مع عيسى عليهما السلام، والقرآن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع المهمة الأولى. اشترك جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام في دعوة الناس إلى ثلاث غايات هي سر وجود الإنسان على الأرض. رقم 1: توحيد الله تعالى وترك عبادة ما سواه. رقم 2: تزكية النفس وحسن معاملة الخلق. رقم 3: عمارة الأرض وبناء الحضارة. المهمة الثانية: كيف تكون رحيما؟ أكمل المخطط التالي. كيف تكون رحيما بنفسك وبأسرتك وبمجتمعك؟ باقي المهمة. كيف تكون رحيما بنفسك؟ بإعطاء نفس القدر الكافي من النوم والغذاء الصحي السليم، وبتشجيع نفسي بالكلمات الإيجابية التي تساعدني على تقوية ثقتي بذاتي. كيف تكون رحيما بأسرتك؟ أكون رحيما بأسرتي بمساعدة أسرتي في المهام والمسؤوليات المنزلية، بالتعبير لأفراد أسرتي عن محبتي لهم، بالاعتذار لهم إذا أخطأت. كيف تكون رحيما بمجتمعك؟ بالحفاظ على نظافة المكان الذي أكون به، بمساعدة كبار السن في حمل الحقائب الثقيلة حين تستطيع ذلك، بالإسهام في الأنشطة الخيرية التي تساعد الفقراء والمساكين كتعبئة حقائب الإطعام. المهمة الثالثة: لقراءة الاستعاذة مع البسملة في صور القرآن الكريم 4 صور جائزة أستطيع تحديدها، وهي: رقم 1 أو الوجه الأول، وصل الجميع، أي أن يتم وصل الاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة. مثلا نقرأ صورة الناس، نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وصل الجميع، وصل الاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة. الوجه الثاني: قطع الجميع، وهو قطع الاستعاذة عن البسملة وقطع البسملة عن أول الصورة، مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثالث: وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع البسملة عن أول الصورة، يعني وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الرابع والأخير: قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول الصورة، مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. دي 4 صور جائزة عند القراءة بأول الصورة. المهمة الرابعة: أستطيع تحديد العلامات التي بحث عنها سلمان الفارسي رضي الله عنه ليعرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الأولى أنه لا يأخذ لنفسه الصدقة. عندما اختبره وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم
وأعطاه تمرا وقال له هذه صدقة، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ولم يأكل منها. والثانية أنه يقبل الهدية. وأيضا حينما اختبر سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه تمرا وقال له هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الثانية. أما الثالثة أن بين كتفيه خاتم النبوة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه من بلد المدينة، طبعا هذه العبارة خطأ، كان من بلد اسمها أصبهان وهي إيران حاليا. 2. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه من السابقين العرب للإسلام، أيضا هذه العبارة خطأ، كان سلمان الفارسي رضي الله عنه من السابقين للإسلام من غير العرب. المهمة الخامسة، رتب الأحداث وفقا لترتيبها الصحيح. توقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير فقالوا خلأت القصواء، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. 2. الجملة الثانية، أراد أن يرسل رجلا من المسلمين إلى مكة ليوصل رسالتهم الحقيقية، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه. الجملة الثالثة، أرسلت قريش رسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من جاء برسالة تهديد، ومنهم من جاء برسالة تحمل الكثير من السخرية، ومنهم من جاء بسلام وبلغ رسالته فعامله المسلمون معاملة حسنة. الجملة الرابعة، رأى بمنامه أنه وأصحابه يطوفون بالمسجد الحرام، ثم أخبرهم بما رأى ففرحوا فرحا شديدا واستعدوا للخروج معه. الجملة الخامسة، علمت قريش بقدوم المسلمين لمكة فتجهزت لمنعهم من دخولها. الجملة السادسة، استعد ثم ركب ناقته القصواء وخرجت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، واستعد المسلمون ثم انطلقوا إلى مكة. طبعا ترتيب الأحداث، رقم واحد، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمنامه أنه وأصحابه يطوفون بالمسجد الحرام، دي رقم واحد. رقم 2، استعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب ناقته القصواء وخرجت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها. رقم 3، علمت قريش بقدوم المسلمين لمكة فتجهزت لمنعهم من دخولها. رقم 4، توقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير فقالوا خلأت القصواء، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. رقم 4. رقم 5، أرسلت قريش رسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من جاء برسالة تهديد، ومنهم من جاء برسالة تحمل الكثير من السخرية، ومنهم من جاء بسلام وبلغ رسالته فعامله المسلمون معاملة حسنة. والجملة الأخيرة، أراد أن يرسل رجلا من المسلمين إلى مكة ليوصل رسالتهم الحقيقية، فأرسل عثمان بن عفان. ده الترتيب الصحيح للأحداث. المهمة السادسة، إن أول خطوة يجب مراعاتها حتى تكون الصحبة سببا في الشعور بالأمان والألفة هي اختيار الصحبة الحسنة. في ضوء ذلك املأ المخططين التاليين بما يجب مراعاته بين الأصحاب وما يجب تجنبه. ما يجب مراعاته بين الأصحاب، مداومة الاحترام والبعد عن الألفاظ المهينة خاصة وقت الخلاف، مراعاة الوفاء بالوعد حتى يسود الاطمئنان والثقة بيننا، العفو والتسامح بقدر المستطاع وقبول الاعتذار، أن يدعو الصاحب لصاحبه. ما يجب تجنبه، عدم إفشاء سر الصاحب وعدم السخرية من عيوبه، عدم التعاون معه على الأذى وضرر النفس، عدم ذكره بسوء في غيابه. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من المهام الأدائية في مادة التربية الدينية الإسلامية، وانتظرونا إن شاء الله في المهام الأدائية للغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.